موجز إخباري لأهم المستجدات المحلية والعالمية يأتيكم من موقع صدى البلد، أهلا بكم. أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين أن قواته تحارب من أجل أمن ومستقبل روسيا وسكان إقليم دونباس، لافتا إلى أنه من الواجب الحفاظ على من حمى موسكو من النازية وعدم عودتها. وأضاف خلال كلمة ألقاها ضمن احتفال روسيا بالذكرى 77 للنصر في الحرب الوطنية العظمى أن موسكو تحترم قيمها وتقاليدها، لكن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول طمس التاريخ وتبث الكراهية ضد الروس. حذرت هيئة الأرصاد الجوية من طقس اليوم الاثنين وحتى الجمعة المقبلة، حيث يشهد أجواء متقلبة على مختلف أنحاء الجمهورية، ويسود طقس حار نهاراً مصحوب بنشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد على فترات متقطعة. ونصحت هيئة الأرصاد الجوية أصحاب الأمراض الصدرية بارتداء الكمامات أثناء خروجهم إلى الشارع، وذلك لنشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة، بينما تتوفر فرص لسقوط الأمطار الخفيفة بنسب 30% على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة. طالب مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور مجلس إدارة اتحاد الكرة بحسم أزمة انتهاء عقود لاعبيه بنهاية الموسم الكروي الجاري الممتد لشهر سبتمبر المقبل، خاصة أن الجبلاية صاحبة قرار استمرار الدوري لهذا الموعد، ويجب عليها تأمين بقاء اللاعبين التي انتهت عقودهم ولن يتم التجديد لهم لأسباب مختلفة بنهاية الموسم الجاري. وكشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك في تصريحات خاصة لصدى البلد عن مخاطبته لاتحاد الكرة القدم خلال الساعات القليلة القادمة للتأكيد على أن عقود اللاعبين التي ستنتهي بنهاية الموسم الجاري مستمرة لنهاية الموسم في سبتمبر المقبل وليس ليونيو، خاصة أن عقد اللاعب والنادي منصوص فيه لنهاية الموسم الكروي. سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين وفقاً لآخر تحديث بالبنك المركزي المصري 18.43 جنيه للشراء و 18.55 جنيه للبيع. أما عن أسعار المعدن الأصفر فقد شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين ارتفاعاً كبيراً مقارنة بالأسعار الأيام الماضية، وذلك على مستوى جميع أعيرة الذهب، وسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 21.200 جنيه، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 24.371 جنيه، فيما سجل سعر الجرام من عيار 18.029 جنيه. إلى هنا نختتم هذا الموجز، نشكركم على طيب المتابعة، وحتى يتجدد اللقاء لكم منا كل التحيات.